انا كنت ديجا في الحياه ديالي كنت جوال في المغرب جديده، دخلت لها في 81، انا مسقط راسي من كناز، وبحكم الجوله وتجولت في عده ميادين فلقيت الكتاب هو اللي على حساب لاج ديالي، وعلى حساب ما غاديش ما نقدرش نشتغل عمل اخر، قلت الكتاب لي ما لا، واخا ما عندوش اقبال لان الحب ديالي، حيت ما كنت محروم من المدرسه، ما قريتش، ما عمرني قريت بتاتا الا في المسجد شي حاجه قليله في اوائل الستينات، وتسجلت في المدرسه عام فقط، دخلت في التحضيري خرجت في التحضيري، يعني خرجت بالحروف الابجديه. جات الوالده قالت لي انت تحرمتي من المدرسه خصك تمشي تعلم الصناعه، يعني في الباديه خصك تمشي للمدينه تعلم الصناعه. مشيت عند واحد خالي جلست عنده تعلمت النجار، صافي ما كاينش داك الشيء، هو هذا كيضربوني كي باقي صغير تسخر ما كاين والو، انا المدينه تعلمت السينما تعلمت نمشي للمسرح تعلمت نحب الاستطلاع، زيت صاكي وخرجت ول 12 عام، هبطت لطنجة ايام شكري، باقي شكري محمد شكري، تنعرف محمد شكري ولكن ما عنديش معاه علاقة، مازال هو في اطار مازال في طور عاد جاي للحياة ديالو. وصلت لواحد لاج ديال 40 سنة، تزوجت في الدار البيضاء، استقريت في الدار البيضاء، دوزت مع المدام ولدت مع الوليد 19 عام، صافي قالت لي طلقني. فاش قالت لي طلقني انا جديده ديجا دخلت ليها في 81 وكنعرف جديده وكنعرف اكادير وكنعرف المغرب كامل وربما المغرب العربي حتى هو. صافي ملي قالت لي طلقني هزيت لها الكتوبه ديالي وهزيت الادوات ديالي وخليت لها الوليد وخليت لها الدار وخليت لها الاثاث، وقلت جديده هي اللي غنمشي ليها، كنعرف فيها ناس وكيعرفوني ناس كيتعاملوا معايا كيتهلاو فيا. وجيت لها بلاج كريت امي حيل، كنخلص الكرا ديالي كعايش ترونكيل بخير وعلى خير، ما عنديش ما خصنيش، رغم محتاج، رغم الدعم اللي قالت الدوله ما عطاتنا منه والو، داك الدعم الغير المهيكل ما عطاتني والو غير الناس المحسنين ولي زامي ديالي في الفيسبوك والقراء اللي هما تعاملوا معايا وتهلاو فيا. دابا عندي مشكل مع السلطه، القراء ما كاينش، انعدام القراء ان بلوس السلطه كتمنعنا. المرأة هي قالت لك طلقني طردتني حيت الدار ديال خوها رغم ما كنت كاريها. ايوا فين غادي نمشي؟ فين القراء ما كاينش، كون غير يقبل على القراءة، يعني عام غندير لاباس وندبر على راسي ندير حانوت وندير مكتبة أو ندير دويرة أو يا سلام. مي السلطة كتمنعنا والقراء، أنا انعدام القراء ما كاينش ومشكلة، قلت نتزوج وندير أسرة وندير نكون أب ونخدم، هذا السيدة قلبوها حيت دارها ودار خوها. اش بغيتي طاطا من هذا صافي، هذا هو اللي كان اخي وجيت بحالي لان انا مستقر. دابا تجي السلطه تقول لي جمع، عاوتاني خصني نجمع والكتب كيتكرفصوا، عاود خصني نديرهم في ديك العربه، حاول تدور عندها الكاميرا راه كيعرفوها هي. صافي جالس هنا في يد الله، غتجي السلطه غتحيدني، تصور بعد النهار ما كنصور حتى درهم. قال الببوش والحلزون والفول والحمص وطيب وعاري مسموح يبقاو حيت كي ما نعرف شنو داك الشيء. واحد الكلمه سمعتها كنت باقي صغير وهي معروفه عند الامه الاسلاميه، حنا امه اقرا، حنا خصنا نقراو، الا ما قريتش خصك تعلمني كيفاش نقرا، تعلمني، وخصني راسي يكون صغير، وخصني نحترم هذاك الانسان اللي كيعطي لولاد الشعب واحد الحاجه مهمه. مثلا الطبيب خصني نحترمه لان كيعالج، الفلاح خصني نحترمه لان كيضمن لي القوت ديالي، المعلم او بائع الكتب او الكتبي او هذاك خصني نحترمه، خصني نساعده، خصني نقل ماله، شنو المشكل اللي عنده خصني نعاونه باش نزيدو صاحبي بهاد البلاد القدام. انا صافي ساليت، انا عشت دابا في عمري تقريبا 60 عام، عشت وتمتعت ودوزتها ودوزت 20 عام ديال الزواج والحمد لله ولبيت الرغبات ديالي، لكن من حظي اصبحت مليوح. انا برفقة هذه الكتب اصبحت مليوح، وكنت تطرد اي مشي هناك كيقول لك جمع جمع. علاش اودي علاش؟ رسالتي هي كنتمنى لسيدنا الشفاء، كنتمنى لسيدنا محمد السادس الشفاء، الله يعاونه. هو الصراحه هو اللي كيكوبري عليا، هو اللي كيكوبري عليا، انا كيجيني ميساج من عند حيت المخزن فيه وفيه، كاين المخزن اللي كيكوبري عليا باسم محمد السادس، باسم العلماء، باسم
المكتبة الراقية اللي كاينة في المغرب اللي كتحث على المواطنين يقراو، كتحث على المواطنين يقريو أبنائهم القرآن ويقريوهم العلم ويبليوهم بالكتاب، لأن خير جالس خير رفيق هو الكتاب. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.